دلوقتي جه وقت ان احنا نعرف المكون الاساسي هيطلع لك. اتفضل افتح الطبق. يا ريت شيء احبه. يا ريت عندي عصيده. يلا بسم الله. هاي انفجر. الله قرنبيط. تصدقين انا مو ماكل قرنبيط من سنين. ليه؟ ما احبه. النهارده بقى احنا هناكله لك. ما اقدر اكل. طب معلش بس انت مضطر تطبخه. معلش خلاص ما عليك. انا اول مره ادخل شيء. والله مطبخ إن انا ناوي اطبخ يعني. خليني اقول لك حاجه. ادخل المطبخ بس اكل. ما اطبخش. احمد ايه هواياتك بقى يا احمد غير انك انت بتصور وعايش بس 24 ساعه بتعمل دعايات ونازل فحت وما شاء الله عليك. طب انت بقى اول ما بتشوف صورك كده في الشارع وفي كل مكان يعني بتحس بقى ايه الاحساس اللي بتحسه كده؟ احكي لي شويه. والله احساس بالفخر. بالفخر.